يعني كنحييك انا على اختيار هذا الموضوع هذا تحديدا في هذا الشهر هذا ديال ماي، معروف كيكون الموسم الدراسي هو الشهر الفيصل، يعني حاسم عند الوليدات وخاصة عند الوليدات اللي هما متابعين بالجهوي أو الوطني أو الموحد، يعني كالتلاميذ والأستاذ الابتدائي، لأن شنو كيبداو يخافوا بالنسبة لهم هما، معروف أنه في البداية ديال يونيو راه كاينه الاختبارات اللي كتكون حاسمة السنة ككل، ولا ربما هذاك السلك ككل هما اللي كيقراو فيه، هي الابتدائية الإعدادي أو الثانوي التأهيلي. هنا الوالدين خصهم يدركوا واحد المسألة، بعدا كاينه فروقات عند الأطفال ننوعوا بها، كاينه فروقات عند وليداتنا، مع نبتعدوا على اسلوب المقارنه، ما نبقاوش نقارن انا ولدي بولد خالته ولا بولد عمته ولا حتى بخوه، لان راه ولادك وما كيكونوش متشابهين. عندهم فروقات في الذكاء، عندهم فروقات في التركيز، عندهم فروقات في الانتباه، عندهم فروقات في طريقه التعاطي مع الدروس. اذا حنا خصنا ننتبهوا لهذه المساله هذه ونبتعدوا على اسلوب المقارنه، لان المقارنه مدمره، ولو اننا حنا كتكون عندنا حسن النيه مثلا غتقابل بولد فلان ولا فلانه غير باش انه يولي يقرا مزيان ويعني ويكون بحاله مثلا في الاداب او الاخلاق او كذا، ولكن راه هي ماشي شي حاجه اللي مزيانه حنا نبعدوا عليها، وهذاك الابن ديالي او هذيك الابنه كنتقبلوا انا كما هو، وفي نفس الوقت انا كنزكيه وكنمدح وكنحفز هذوك الحويجات اللي هو فيه باش كيقدر يزيد يعطي اكثر. كاينه مساله ان كاباء وامهات نهيئوا الاجواء المناسبه للأطفال ديالنا في البيت، يعني نحاولوا أنه يكون هدوء وتكون واحد التهوية جيدة في البيت، يعني نختار واحد البلايصة اللي كنشوفوها مزيانة فيها الهدوء، فيها واحد التهوية مزيانة اللي ممكن ولداتنا يجلسوا فيها يقراوا فيها يراجعوا فيها يحفظوا فيها. ثم نحرصوا على مسألة وجود استراحة بين أوقات المذاكرة، يعني ما غاديش يمكن انا ولدي ولا بنتي نقول له سير جلس على كتباتك وغادي يبقى خدام اوتوماتيكي كيراجع او كيحفظ، ما يمكنش. هو هادشي اللي كنا تكلمنا عليه من قبل، اننا خصنا يكون عندنا واحد الجدوله ياك، هي لما كنا تكلمنا على هذيك الطريقه ديال الطماطم الطريقه الايطاليه بومودورو، يعني نعاود نذكروا بها استاذه الا كان ممكن بالنسبه للمستمعين اللي ما تبعوناش بهذه الطريقه. بالنسبة لهذه الطريقة هذه هي من أهم الطرق الحديثة في المراجعة وفي المذاكرة اللي تبدأت الفعالية ديالها، يعني هذه الطريقة هذه كتقول أننا كنبداو المذاكرة ديالنا في 25 دقيقة يركزوا فيها يذاكروا فيها يراجعوا فيها، يعني يديروا فيها أي حاجة يخدموا فيها تمارين، وياخذوا من بعد ما كتسالي 25 دقيقة بالضبط كياخذوا 5 دقائق راحة واستراحة هذا، يعني بعدوا على المكان ديال الدراسة وكيعاودوا يرجعوا من بعد ما كتنتهي 5 دقائق في واحد 25 دقيقة أخرى يكملوا فيها يعني الأشياء اللي بداوها من المذاكرة ومراجعة وحفظ، وياخذوا عاوتاني 5 دقائق راحة، ومن بعدها عاوتاني 25 دقيقة مذاكرة 5 دقائق راحة 25 مذاكرة، ومن بعد انفسهم بواحد نصف ساعة ديال الراحة. بالنسبة للوليدات الصغار يعني ممكن نوقفوها عندهم يعني عند هذا الحد، بالنسبة للوليدات الكبار اللي بغاو يكملوا راه يمكن لهم من بعد انتهاء هذيك نصف ساعة يرجعوا يكملوا بنفس الطريقة. هكا الوليدات كيكونوا يعني هذيك 25 دقيقة اللي كيراجعوا فيها ومن بعد كياخذوا 5 دقائق ديال الراحة كيمكنوا يعني الدماغ ديالهم من أنه يرتاح، وتكون عنده القدرة باش يعاود يعني يثبت المعلومة أكثر. وهذه المسألة يعني تلتات الفعالية ديالها، لأن هكذا وليداتنا كنعطيهم يعني واحد الوقت اللي كيشتغلوا فيه، وفي نفس الوقت كياخذوا بحال واحد المنحه او واحد الجائزه زي واحد الوقيت مستقطع كيرتاحوا فيه افضل يعني من انهم يبقاو خدامين بشكل يعني مستمر طويل.